التعليق حول مستجدات فيروس كورونا، تنضم إلينا استشاري أمراض المعدية الدكتورة أمل العكرش. دكتورة أمل، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. مساء الخير بداية. أهلا، مساء الخير. شكرا لاستضافتي. أهلا وسهلا. يعني دكتورة، نلاحظ تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة بعد حالة التذبذب في الأيام الماضية. هذا اليوم سجلت 751 إصابة بالفيروس. كيف تفسرين هذا التراجع كمختصة في الأمراض المعدية، وهل هو تراجع حقيقي أم خادع؟ طبعا حاليا مع عدد زيادة عدد الأشخاص اللي حصلوا على اللي هو الجرعة الثانية من اللي هو اللقاح، فهذا يساعد إلى زيادة نسبة المناعة إلى 95%، فهذا راح يقلل معدل الإصابات، وإن شاء الله بحول الله في الأيام المقبلة راح يزيد عدد الناس الأشخاص الملقحين، فهذا راح يعزز انخفاض نسبة الإصابة بالكورونا. كمختصة في الأمراض المعدية، هل يعني نتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن ينزل هذا العدد وهذه الإحصائية لأقل؟ حاليا معدل الناس الملقحين إلى الآن لا زال نعتمد على اللي هو الاحترازات الوقائية، فبمعدل التزامنا بالاحترازات الوقائية التباعد ولبس الكمامات والحصول على الجرعتين من لقاح كورونا، فهذا بإذن الله راح يعزز إن شاء الله إلى المحافظة على النزول يعني في الأيام القادمة. ولكن ما عودة الدراسة حضوريا دكتورة، هل نتوقع أن تبقى الأرقام كما هي أم أننا سنشهد ارتفاعا مجددا للأرقام؟ بالنسبة للحضور دراسيا راح يكون المعدل اعتمادا على اللي هي الثلاث عوامل الأساسية اللي هو اللقاحات، استكمال اللقاحات والمحافظة على الاحترازات الوقائية. لازلنا في مرحلة يعني من الصعب التوقع، بس بمعدل التزامنا بالإجراءات إن شاء الله راح نحافظ على هذا النزول. طيب، سنستعرض دكتورة خبرا وبعدها نعود لاستكمال نقاشنا. قالت منظمة الصحة العالمية مشاهدينا إنها تحتاج إلى 7 مليارات و700 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على النجاة من متغير دلتا الأسرع انتشارا من فيروس كورونا. وذكرت أن التمويل سيوجه إلى برنامج يستهدف توفير الإمدادات الطبية الحيوية في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا. أعود لضيفتي الدكتورة أمل العكرش، استشارية أو المختصة في الأمراض، استشارية الأمراض المعدية. نعم، أهلا وسهلا بك دكتورة مجددا. يعني متغير دلتا يغير خريطة انتشار الفيروس، ما الذي ترصدينه كمختصة في الأمراض المعدية في البلدان التي تضررت بدلتا حتى هذا اليوم؟ ولله الحمد اللقاح لازال يقلل نسبة الإصابة بدلتا، فلازال فعال ضد دلتا، فاللقاح فعال، فاعتمادا على عدد الناس الملقحين فراح يساعدنا إن شاء الله بإذن الله بانخفاض عدد الأعداد. طيب، هل ما تتوقعين ظهور متغيرات جديدة للفيروس؟ هل سيستمر هذا التطور بشكل ربما مخيف لكم كمختصين؟ يعني لازلنا لحد الآن نرصد المتغيرات، يعني
الإجراءات لا زالت مترقبة ولا زلنا نرصد يعني انه يتغير الفيروس في القريب العاجل يعني او لا، هذه يعني ما نقدر يعني نتكلم فيها الان يعني. احنا نتعامل مع الوضع الحالي الان، عندنا اللي هو الدلتا موجود ورصدت حالات، ولا زال الحمد لله اللقاح فعال، باستخدام الإجراءات الاحترازية اللي هي الحجر الأساس تمنع الانتشار اللي هي التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات، إن شاء الله راح يقلل من معدل انتشار المرض. طيب، مع عودة الدراسة حضوريا وبالتحديد عودة المعلمين لمباشرة عملهم في المدرسة، ما هي أهم النصائح التي تقدمينها لهم مع بدء مخالطتهم لبعضهم؟ أهم شيء اللي هو استكمال اللقاح و14 يوم بعد الجرعة الثانية لإتمام فعالية اللقاح حتى نصل إلى 95% من معدل المناعة، واستكمال الاحترازات اللي هي الوقائية اللي هو التباعد، لبس الكمامات، فهذا هو الثلاث عوامل الركائز الأساسية اللي راح تساعدنا فإحنا نسيطر على انتشار المرض. شكرا جزيلا لك استشاري الأمراض المعدية الدكتور أمل العكرش.